أكدت حركة حماس أن معبر رفح كان وسيبقى معبراً فلسطينياً مصرياً. وشددت حماس على كامل مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي عن إغلاق معبر رفح خلال عملياته العسكرية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لافتة إلى أن العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية نتيجة منع دخول المساعدات والبضائع وحرمان أبناء الشعب الفلسطيني من التنقل والسفر والعلاج في الخارج.